بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء اللي صار معي أنا طيب من عشاق الرياضة، بحب الفوتبول، بحب أحضر مباريات، بروح أحضر لعبات ريال مدريد برشلونة، يعني طيب مش منتمي لفريق، يعني بحب بالصدفة يعني بدي أحضر لعبة الجزائر مع السنغال للنهائي، لأني كنت في 2006 حضرت لعبة مصر بالنهائي مع ساحل العاد، يعني بحب لعبة النهائيات، يعني الأشياء اللي فيها لعبات مهمة بحب أحضرها، فبالصدفة يعني رحت بدي أقطع تذكرة، يعني ما كنتش تذكرة، كل ده حقطع من أرض المعارض بمصر، يعني من استاد القاهرة، وصلت على استاد القاهرة جاهز يعني بدي أحضر اللعبة، أنا حسيت الجمهور وناس وهيك، صورت صورتين، يعني الضابط مكلل ليش بتصور ما بتصورش، يعني نقاش صار بيننا وهيك، وكل أعطيني تلفونك مش أعطيني تلفونك، قلت له تفضل انت اللي بتصور ما بتصورش، والخلاف صار بيننا وبعدها كلموني ويعني بكيت على البواب، يعني بدي افوت احضر اللعبه جاهز، يعني فاعتقلوني قالوا لي انت بدنا محتجز، يعني اخذوا شاف الباسبورت الاسرائيلي يعني في معرض 48، صار خلاف يعني بيننا، فكرني يعني بعرفش بجوز هو لانه مو احنا عرب 48 او شيء زي هيك، واحتجزوني ثلاث اربع ايام بيستنوا بالجهة المختصة يعني اللي تشوف لنا الموضوع، يعني هلا تخلص من الموضوع اللي ما بيقدروش يعملوا شيء، لأنه احنا باسبورتنا إسرائيلي في 48، تعرف كل بيعرف شو عنهم 48 أنا كنا عرب فلسطين، صار خلاف يعني بيننا واحتجوزوني الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله الشباب فالح ما برضه كلهم في المساعدة وايد دكتور الحمد لله ما ننساهم طبعا، لازم يفهموا كل العرب إسرائيل إنه إحنا اللي بقاطع الانتخابات واللي بقول لك إحنا شو عملنا شو نقول لك شو عمل لك، يعني في ناس بيفهموش هذا الإشي، طب ما تطلعش على مصلحتك الشخصية، في ناس كثير بتطلع على مصلحتهم الشخصية، أنا وقعت بورطة زي هاي يوم طلعنا أولاد الدكتور وفالح يعني تخيل واحد غير اللي وقع بهالورطة صار معاه شيء، يعني احنا لو فيش عندنا اعضاء كنيسة وين احنا موقفنا؟ احنا لا فلسطين عرفنا ولا اسرائيل عرفتنا، فلازم نبكي عندنا اعضاء كنيسة الواحد اللي يتموه فيهم زي ما بيقولوها اللي يوقفوا معنا بهالشدة بالمحنات اللي زي هيك، يعني انت 24 ساعة كنت على مدار 4 ايام السجن داخل السجن بالزنزانة طبعا، في كلمة أخيرة حابة توجهها؟ إيه الحقيقة يعني أول شيء بشكر الموجودين اللي ساعدونا، بشكر أول شيء اللي قدم راي حبيبي ده بصاحبي، يعني وقف معنا صاحبي وبلاد عمتي وكل أهلي همد أخوي، يعني كل ما ظلوا ما نسيونيش طبعا، من أول دقيقة عرفوا إن أنا المشكلة هناك بدهم مش عارفين إن أنا شو قصتي، فاهم؟ هم عارفين أهلي مش عارفين أنا مخطوف صار لي شيء، يعني مش عارفين، بعد الدكتور وشو اسمه قالوا لهم احتجزوا إنه واحد جابوا المعلومات الصافية وين أنا موجود، والحمد لله هم يعني مشوا الأمور وسلجوا الأمور وتسهلت الحمد لله وروحنا بخير. تعرضت لعنف كلامي عنف جسدي؟ إيه لا 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 أنا